وللحديث عن التطورات في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والقصف الأخير على شمالي الأراضي المحتلة، معنا من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، مرحبا بكم معنا. ومن إسطنبول معنا المحلل السياسي الفلسطيني محمد مشينش، مرحبا بكم أيضا. نبدأ مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل أنت معنا؟ أهلا بك. ما الرسائل من هذا القصف الذي استهدف شمالي فلسطين المحتلة وذلك بعد اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك خلال اليومين الماضيين؟ ما هي الرسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولكل المشاهدين عبر الأثير، ورمضان مبارك على الجميع، ونسأل الله أن يكون شهر خير وبركة وعودة وانتصار وتحقيق الأمان للأمة جميعا. بلا شك أن العنوان المسجد الأقصى هذا عنوان يلامس مشاعر ملايين ومليارات المسلمين حول العالم، وبلا شك أن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد ينتفض عندما يمثل المسجد الأقصى، والكل يعلم أن أي مساس في المسجد الأقصى هو بصراحة يعني يمثل حالة يعني استنفار كاملة لكل قطاعات شعبنا الفلسطيني، وكذلك لقوى الأمة الحية والمتفاعلة مع قضية فلسطين. الذي جرى أن هناك مشاهد مؤلمة كانت وردت وبثتها كل شاشات العالم حول ما جرى في الأقصى تجاه المعتكفين وتجاه المعتكفات الحرائر التي كنا يصلين في المسجد وأبطال المسجد الأقصى من المعتكفين في المسجد. هذه الإجراءات التي كانت محاولة لمنع أبسط حقوق العبادة في المسجد الأقصى كان لها رد مباشر، كان المفروض أن يكون لها رد مباشر ويناسب حجم الاستهداف الذي مس المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع في المسجد الأقصى يجب أن تفشل، ويجب أن يكون الرد من أبناء شعبنا ومن الأمة بقدر ما كان هناك انتهاك لمقدساتنا كمسلمين. نعم أستاذ حسان، هل أنت معنا؟ يعني وكالة رويترز وجميع المعطيات من قبل الاحتلال تشير إلى أن المسؤول عن القصف هي فصائل فلسطينية، القصف الذي استهدف الأراضي المحتلة، ما تفسيركم لهذه الرشقات الصاروخية غير المعتادة التي أطلقت من جنوب لبنان؟ بداية لابد من تحية الشعب الفلسطيني الذي يواجه هذا العدوان على القدس وعلى المسجد الأقصى، ومن الطبيعي أن ينتظر الشعب الفلسطيني دعما من الخارج لتخفيف الضغط عن ما يعانيه في الداخل الفلسطيني، خاصة مع هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي. بالعودة إلى الساحة اللبنانية، لا شيء رسمي حقيقة عن أن الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ. نعم. التلميح جاء من حزب الله تلميحا وليس تصريحا بأن فصائل فلسطينية قد تكون مسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. نعم. وجاء رد قبل قليل عن أحد مسؤولين حركة حماس بأن الحركة غير مسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ وأنها لم تطلق هذه الصواريخ، ولكن أيضا الرد جاء بطريقة غير رسمية. هنا يجب أن نتوقف حقيقة عند طبيعة هذه الصواريخ التي أطلقت. المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ هي منطقة سهل القليلة، وهي جنوب مدينة صور وجنوب مخيم الرشيدية، وليست المرة الأولى التي يطلق منها صواريخ، والهدف هو التلميح إلى أن الفلسطينيين هم مسؤولون عن إطلاق هذه الصواريخ. عدد الصواريخ يتجاوز قدرة أي فصيل فلسطيني على إطلاق هذا العدد، سواء كان 30 صاروخا أو أكثر، لأن هذه الكمية نقلها يتطلب آليات ويتطلب قدرات لوجستية كبيرة. لذلك هذه إطلاق عملية إطلاق الصواريخ هذه رسالة متعددة الاتجاهات، رسالة للعدو الصهيوني، ورسالة أيضا للمجتمع الدولي بأن الساحة اللبنانية لا زالت مفتوحة على الانفجار في أي لحظة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. طيب في المقابل أستاذ حسان، كيف تفسر هذا الصمت من قبل ميليشيا حزب الله؟ يعني إلى أي مدى يشير إلى أنه لا يسعى أو لا تسعى ميليشيا حزب الله إلى يعني إحداث مواجهة مع الاحتلال، مع بقاء الجبهة ساكنة هادئة هذه الفترة رغم كل القصف الصهيوني الذي استهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا؟ صواريخ، إنما المطلوب منها أن تقدم رسالة لإسرائيل بأن حزب الله قادر على إطلاق الصواريخ تحت مسميات متعددة، سواء كانت فلسطينية أم غير فلسطينية، وفي نفس الوقت هي رسالة للداخل اللبناني لترهيب اللبنانيين بأن عليهم الخضوع والرضوخ لمطلب حزب الله بانتخاب سليمان الفرنجي رئيسا، وإلا فإن الساحة اللبنانية سوف تتوجه للانفجار، وأن العامل الفلسطيني سوف يعود للعمل على الساحة الجنوبية، وهذا ما يجعل لبنان ساحة الصراع. حزب الله حتى الآن
لم يعلن رسميا عن دوره، ولكنه يتهيب الدخول في صراع مع إسرائيل، لأن هذا الصراع يدرك أنه سيكون دمويا وقاسيا، وفي الوقت الذي فيه لا يتحمل الشعب اللبناني أي قدرة على مواجهة أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها. حزب الله تعرض لغارات كثيرة في سوريا وخسائر بشرية ومادية ضخمة جدا، ومع ذلك لم يرد على العدوان الإسرائيلي سواء من جنوب سوريا أو من جنوب لبنان، لأنه يدرك أن قدرته محدودة، ثم أن أي حرب مع إسرائيل يجب أن تتم بالتوقيت الإيراني وليس بالتوقيت الإسرائيلي أو بتوقيت حزب الله. إيران هي التي تحدد ساعة الصفر لإطلاق أي صواريخ على إسرائيل أو لفتح جبهة لبنان مع إسرائيل. الساحة اللبنانية الآن في وضع دقيق جدا جدا جدا، وعملية الرد الإسرائيلي المتوقعة وهي ما تقوله إسرائيل الآن، سوف نرى إلى أي مدى سوف يكونها عمق وقوة وحدة هذا القصف الإسرائيلي أو الرد الإسرائيلي. نعم. وما هو الرد على هذا العدوان؟ هل سيدخل لبنان في صراع مفتوح مع الكيان الصهيوني، أم أن الرد سيكون محدودا بحيث لا يدخل لبنان في صراع وحرب مفتوحة تؤدي إلى تدمير واسع على الساحة اللبنانية؟ حزب الله لا يريد حربا، ولكنه يريد إطلاق رسائل. الرسائل أطلقت لكن لا ندرك حجم الرد الإسرائيلي، وهذه الرسائل الإسرائيلية سوف تكون مفتوحة أم أنها سوف تكون محدودة جدا. طيب نعود إلى أستاذ محمد، يعني الصور من باحات المسجد الأقصى إلى أي مدى ستكون المعيار لإجبار الاحتلال على مراجعة سياساته العدوانية في الأقصى والقدس؟ الحقيقة أن المعادلة هي لا ترتبط فقط بالمسجد الأقصى أو بما يجري في المسجد الأقصى، لأن المعادلة أكبر يعني من الإقليم كله. نعم. لأن أمريكا تبحث عن الهدوء في المنطقة ويريد أن تتفرغ للحرب الأوكرانية ولمنافستها للصين. نعم. وبالتالي أي توتر في المنطقة لن يخدم أمريكا، ولذلك نجدها تسارع أو سارعت فورا إلى التواصل مع كافة الجهات لأجل تهدئة الأجواء ولأجل أن يكون هناك سكون في المنطقة، وتبحث اليوم عن آليات للتهدئة. حتى موضوع الردود التي كان وعد بها نتنياهو وقد يعني زمأر وأرعد ويحاول أن يظهر للعالم أنه قوي وأنه متماسك، ولكن هذا كله يبادل برسائل أمريكية بأنه يجب ضبط النفس ويجب أن لا تنجر المنطقة إلى مواجهة. يعلم الجميع أن المواجهة ستكون فيها يعني كبيرة جدا، لأن الكيان الصهيوني ما عاد هو القوة في المنطقة التي تستطيع أن ترسم المعركة بالشكل الذي تريده، وتستطيع أن تبدأها متى تريد وتنهيها متى تريد. لا، الموضوع أصبح أكبر من هذا الأمر، وهي لا تملك كل الأوراق، بل هناك رسائل كثيرة من هذه الرشقة التي وصلت أثبتت هشاشة هذا الكيان. لا يملك أن يتصدى لو كان هناك حرب من أكثر من جبهة، وكان هناك قوة في المنطقة تريد أن فعلا تحرر الأقصى، فسيكون هناك فعلا حالة انكسار لهذا الكيان لا يستطيع أن يرد. المسجد الأقصى يبقى هو العنوان الذي يجمع الأمة، ويبقى هو الفتيل الذي كلما اقترب منه هذا الكيان وجد رد فعل هائل، سواء من الشعب الفلسطيني أو من كل قوى الأمة الحية. نحن شاهدنا كيف تتفاعل الأمة مع كل ما يجري في الأقصى، سواء من المعتكفين، من علماء، من مصلين، من مساجد. شاهدنا كيف أن حتى أوروبا فيها انتفضت بعض القوى ورفضت ما يجري في المسجد الأقصى، وشاهدنا كيف علماء الأمة من العراق، من كل مكان، من الخليج، من المغرب، من جاكرتا، من إندونيسيا، من كل مكان كان هناك ردود فعل حول المسجد الأقصى. بلا شك أن العالم كله يراقب ما يجري في المسجد الأقصى، ومعيار ويعني الضبط الساعة التي يريد أن تنطلق فيها الأمة وتخرج لمقاومة هذا الكيان الغاصب. نعم. هو ما يجري في المسجد الأقصى. طيب ما جرى في مخيم جنين أستاذ محمد وتوالي الأحداث وصولا إلى ما جرى اليوم، إلى أي مدى يظهر أن حكومة الاحتلال هي الأكثر تطرفا وهي ضعيفة وتفتقد كذلك للخبرة؟ هل ممكن أن نعتبرها بداية للسقوط بعد الهزات الكبيرة التي تعرضت لها في الاحتجاجات الداخلية الأخيرة؟ أن حكومة الكيان الصهيوني هي تمثل أقصى اليمين، والحقيقة هي فقدت كل معايير قيامها عندما أنشئت هذه الدولة أو هذا الكيان،
كان هناك يعني يمكن ان نسميها مبادئ عامه، كان هناك حاله من اللعب على العالم من اجل ترويج روايه صهيونيه يقبل بها العالم. اليوم هذه الحكومه لا تستطيع ان تسوق نفسها، وبالتالي هي تتحدث عن اقصى اليمين الصهيوني بروايات وبخزعبلات وباساطير تحاول ان تسوقها، وتريد ان تظهر ان المساله هي صراع، يعني ان تسوق الامر الى صراع ديني. هذا الامر حقيقه عالميا غير مقبول. وبالتالي وبنفس الوقت المسلمين او ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، هذا الامر مساله عقديه بالنسبه لهم. وشاهدنا كيف ان الجيل الذي كان هناك رهان على انه جيل سينسى وجيل يعني سيكون هناك تطبيع مع هذا الكيان، وهناك ادوات دايتون وغيرها حاولت ان تروض هذا الشعب، ولكن شاهدنا كيف ان الشباب الفلسطيني الثائر استطاع ان يلجم هذا الكيان، واستطاع ان يغير المعادله كلها ويغير حتى قواعد الاشتباك مع هذا الكيان. مخيم جنين والقدس وكافه مناطق تواجد شعبنا الفلسطيني البطل، المقاومون الابطال، اثبتوا فعلا انهم شعب يستطيع ان يغير المعادله في الوقت الذي يجد فيه فعلا يعني امامه مساس بدينه وعقيدته، كما شاهدنا في المسجد الاقصى كيف هناك ردات فعل من هؤلاء الشباب المقاوم. نعود الى استاذ حسان. استاذ حسان، لماذا لا يريد حزب الله اليوم، لماذا لا يريد الظهور للعلن في هذه التطورات؟ يعني عدم توحيد الجبهات في سوريا ولبنان، الى اي مدى يؤكد ويظهر تمسك الحزب بالاتفاق غير المعلن للتهدئة مع الاحتلال الصهيوني؟ كما ذكرت لك سابقا بأن أي حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني هي توقيت إيراني وليس توقيت يقره حزب الله أو تفرضه إسرائيل على حزب الله. لأن إيران تريد من حزب الله أن يكون أداة فاعلة لها لحماية مشروعها وحماية استقرارها أيضا، وللدفاع عنها في حال تم أي عدوان إسرائيلي أو غربي على مشروعها النووي أو غيرها من المشاريع التي العسكرية التي تبنيها طهران. لذلك حزب الله يريد أن ينأى بنفسه عن أنه في المواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني، ولذلك تم اتهام بشكل غير مباشر الفصائل الفلسطينية بأنها التي أطلقت الصواريخ. وهذا يذكرنا في العام الماضي عندما أطلقت صواريخ من بلدة شوية في البقاع الغربي، وعندما تم اعتقالهم من قبل الأهالي هناك تبين أنهم مسؤولون في حزب الله، وأن الراجمة التي أطلقت الصواريخ ليست فلسطينية وليست لتنظيم مجهول، بينما هي تابعة لحزب الله. التي أطلقت منها الصواريخ اليوم هي معروف أن المنطقة هذه يهيمن عليها حزب الله، وهي منطقة مفتوحة وبإمكانه التحرك فيها بكل حرية نتيجة علاقاته الأمنية مع الأجهزة الأمنية، وبإمكانه التحرك بالشكل الذي يريده. حزب الله الآن يحاول كما ذكرت لك إطلاق رسائل للخارج كما للداخل. الوضع السياسي في لبنان مأزوم، لا انتخابات رئاسية، مرشح حزب الله ثمان فرنجي هناك رفض داخلي وخارجي لانتخابه، هناك عجز سياسي كامل، حكومة معطلة، برلمان مغلق، لا إمكانية للنهوض على الساحة الداخلية اقتصاديا وسياسيا، وكذلك الانعكاس الأمني نتيجة الفلتان الذي نعيشه بشكل يومي وبأحداث يومية تجري في مختلف المناطق اللبنانية. هذه الرسالة اليوم من باب الحث على معالجة الوضع الأمني، الرضوخ لمطالب حزب الله انتخاب الثمان الفرنجية، وبالتالي تشكيل حكومة يوافق عليها حزب الله مقابل التهدئة ومقابل ضبط أيضا الملف الفلسطيني، لأنه يجب أن نتوقف أيضا أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو في لبنان، وكان لديه جدول نشاطات منها زيارة مدينة صيدا اليوم وإقامة صلاة التراويح بمشاركته، تم إلغاء هذه الزيارة، وغدا هناك لديه لقاء أيضا في بيروت تم إلغاء هذا اللقاء أيضا، مما يعني أن من يقدم جدول أعمال لزيارات ولقاءات مفتوحة لا يقوم بإطلاق صواريخ في وقت يعني يسبق ساعات على هذا الجدول. لذلك من أطلق الصواريخ يريد تقديم رسائل وتسخين الساحة اللبنانية وتسخين الأمن في المنطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وبالتالي فرض شروط سياسية تخص الداخل اللبناني قبل الملف الفلسطيني. ولكن ولكن أستاذ حسان، هنا يعني إبقاء محددات القتال مع ميليشيا حزب الله بذاتها وعدم الذهاب إلى حرب شاملة، إلى أي مدى سيكون محرج لحزب الله ولإيران التي تدعي دعم المقاومة؟ في ذات الوقت كم قام حزب الله وضيق الخناق على الفصائل الفلسطينية داخل لبنان؟ الفلسطينيون في لبنان تحت الحصار،
مخيم عين الحلو الذي لا يبعد عني أكثر من أمتار، ومحاصر بجدار عزل وفصل مشابه تماما للجدار الذي أقامه القيام الصهيوني لفصل أراضي 48 عن أراضي عام 67. نعم. وهناك أبراج مراقبة، حتى أن الجيش اللبناني وضع أبواب على مداخل المخيم عين الحلوي وتم إغلاقها في فترة سابقة، ونتيجة الاعتراض اللبناني الفلسطيني تم إلغاء هذه الأبواب، ولكن هناك جدار عزل وفصل معيب حقيقة وجوده على الساحة اللبنانية وحول مخيم عين الحلوي تحديدا. لذلك الفلسطيني في لبنان يعاني كثيرا، ومع ذلك لا يتدخل الفريق الحاكم في لبنان، وهو حتى نسميه بالاسم مباشرة هو حزب الله وحلفائه من التيار الوطني وحركة أمل، لا يقدم أي خطوة للأمام لمعالجة الملف الفلسطيني، لتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، للسماح للفلسطينيين على الأقل بتملك منزل أو محل أو القيام بنشاطات مهنية ليعيشوا حياة لائقة أو مقبولة. التجارة بالقضية الفلسطينية شيء، والتعامل مع الشعب الفلسطيني شيء آخر. معاناة الفلسطينيين في لبنان لا تحتمل وغير مقبولة، ومن المعيب جدا القول أننا مع القضية الفلسطينية في الوقت الذي نحجم الوجود الفلسطيني، نحارب الوجود الفلسطيني. نعم. من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، وكان معنا من إسطنبول أيضا المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد مشينش. شكرا جزيلا لوجودكم معنا.